أسطوح الليالي دواليها أضياما قبل شروق الشمس يكون ترقب النور والضياء والدفء تحت قناديل وطن الحق والعدالة والتسامح والسلام سوريا. وقبل شروق الشمس كانت أبجدية النور، فكانت مهد الحضارات تصغي وتهدأ وتستريح عند بوابة الشمس. أيقونة الحب وطن الإنسان سوريا. أبيض كل الناس علي كل الناس أسطوح الليالي دواليها أضياء ما بعرف أساميها. لك كبير يا نايم كبير. بتعرف بجيبت الشايات من المطبخ لهم بشو ذكرتني؟ بشو؟ بهالمشاكل اللي عم بتصير بين المتجوزين. لحظة ستوب، صف على اليمين، انزلوا هات وراقك. شو القصة؟ هات لشو؟ كأنه في مشاكل بينك وبين ام الفهم وناوي وطرقة جازة تانية. العمى ما جبت غيري، انا وام الفهم مثل السمنة على العسلة. لحظة لحظة، لا عن جد هات الوراء. يعني ليش هيك؟ يعني الإبرة نكشتها، وكان عم بحكي بشكل عام، يعني ليش فهمت عليك وعليا؟ أنا الإبرة نكشتني؟ والله ما نكشت غيرك. هات لي لشوف كيفك أنت ومرتك بهالأيام. عادي عادي، يعني مثلنا مثل بقية هالأزواج، مثلك أنت وأم الفهم، يعني ملتهيين بتفاصيل الحياة وكل واحد ملتهي عن الثاني، يعني ما بيعرف الثاني شو بيزعجه وش اللي بيفرحه. اي بس كمان في حالات استثنائيه، يعني كيف بدي اقول لك، في اشياء صغيره هي بالحياه الزوجيه، يعني هي بتخلي السعاده موجوده بيناتها. ايوه اشياء صغيره وبسيطه، يعني مثل شو؟ يعني كيف بدي اقول لك، شغلات صغيره بجوز هي ما كثير لها قيمه بس مهمه يا اخي. كلمه حلوه لك، ملاطفه، ايماء لك، احساس بالتعاون لك، يعني كل هالشغلات لك يا نعيم، الله وكيلك بتملي خزانة الحب. بس لا لحظة شوي، لحظة، هالشغلات هيدي ما أنا صغيرة أبدا، بالعكس بالعكس، يعني هي شغلات كتير كبيرة كتير كبيرة، يعني بتملي على حياة المتزوجين، هيك بتخلي حياتهم هيك فيها شفافية وهيك رومانسية. شو بدي لا هلا أنت لهلا محافظة هالشغلات بينك وبينها لأم الفهم؟ لا أكيد الحكي لك نعيم، لك هلا أنا مين عندي أهم من أم الفهم؟ ما بشو يعني، هو صحيح هلا نحن مارين شوي بحياة صعبة وبظروف صعبة خلتنا نلتهي عن أشياء صغيرة بيناتنا وهي أساسية، بس الله وكيلها موجود الحب بيناتنا. لحظة ستوب، صف على اليمين وانزل. أنا بعرفها غير هيك شباب، أنا بعرف يعني أنت علاقتك مع أم الفهم، يعني إذا طلبت منك لبن العصفور بتقول لها حاضر رح أجيب لك لبن العصفور. ولهلا عم أعمل هيك. ليش أنت ولك نعيم ما بتتمنى تكون هيك؟ والله يا رفيقي ما بعرف شو بدي اقول، بس الظروف الظروف قاسية، يعني الظروف من كل النواحي عم تغلبني. معقول ولك نعيم؟ شو كل هالقد متضايق من حياتها؟ طالما قاعد انا وياك لحالنا لا تحكي لي لشوف شو عم يصير معك. والله ما بعرف شو بدي اقول، يعني حاسس حالي هيك حياتي انا ومرتي، يعني كانه كل واحد عايش ببلا، كل واحد لحاله لحاله ما بيعرف شي عن التاني. لك كلمه كلمه هيك حلوه ما عدت سمعت منها. ولهيك بطلت تسمع مرتك كلمة حلوة منها؟ يعني هي كمان ولو أبو الفن، هي كمان يعني ما عادت روت قلبي هيك هيك روته هيك بشي كلمة حلوة. أي بس أنت مع أصحابك ما هيك ولك نعيم؟ لك أنا اللي بعرفك أنا اللي بعرفك، أنت دائما بتجامل أصحابك وبتحاكيهم بلطف. لا هذا موضوع تاني، ولا موضوع تاني، بس بالبيت بحياتنا المشتركة أنا وهي، يعني كلمة صباح الخير، مساء الخير، تصبح على خير، يعني ما عدت سمعت منها. لا لا هيك كثير يا نعيم، يعني الملاطفة والكلام الحلو بين المرأة وجوزها لازم يضل موجود، وخاصة المرأة مهما كان جوزها يا أخي لازم دائما تعطيك كلمة حلوة. يعني أبو الفهم هلا أنا معي حق اتضايق منها؟ لزعلت ولا رضيت؟ الشيء اللي بدي أقوله بدي أقوله خيار، بالمختصر الغلط عليكم الاثنين.
طيب خيا ماشي موافق، بس يعني هلا انت شو بتنصحنا لحتى هيك نرجع العلاقه الحميميه اللي كانت بيناتنا هيك عايشينها ايام زمان؟ ايوه فرتك فرتك، انا بتمتع بتمتع. لك شو بدك هيك هالشغله؟ اعمل مثل ما بعمل انا ومرتي. ايه بس عدم مؤاخذه يعني انا بعرف انه مرتك ما بتعمل شيء زياده اللي عن اللي بتعمله النسوان الثانيه. انت بتقول هيك؟ اسمعوا لك نعيم، الله وكيلك وقت في الصبح هيك بيجي بطلع من اوضه النوم بتقلي مرتي لك يا صباح الخير لك يا صباح النور، إيه الله وكيلك بفرجي وبنبسط كثير لك، حتى وقت بيجي من الشغل وبفتح الباب ما بشوف الا بتقلي يعطيك العافيه يا رجال، لك روح الله يقويك ويمد بعمرك لحتى تضل تاشبق راسنا، لك شو فكرني مره اخرى، لك حتى وقت بنقعد بيناتنا وبتجي لعندي بتقلي لك يا رجال شو بدنا نسوي مشان هالولاد ونشوف مستقبلها، الله وكيلك قلبي بفرتح من جوا. هلا انتو بتعملوا كل اي شغله؟ ايه لك شو مفكر؟ بس يعني انا مرتي ما بتقرب على كل هالمواضيع هاي. لانك انت كمان ما بتهتم فيها، لك ما بتسال عن شيء الا بجوز شو طابختين لليوم؟ كويتيلين قمصان والبناطلين؟ نظفت وين اعطيني اعطيني البيجامه ناوليني اياها، خلص انت واقفه هنيك وروحي اعملي لنا شفه قهوه. ايه طب شو عرفك انت انه انا بعمل هيك؟ لك اكتار اللي مثلك بيعملوا هيك ومبتكرين نسوانهم خدامين عندهم بس. لا بس يعني عدم مؤاخذه انا ما بفكر هيك. لك ما المهم شو بتفكر ولك نعيم، المهم شو بتتصرف. لك يعني اي مرة اي مرة بس انت المهم تحسسها انه انت وياها واحد، ما انه هي قاعده عندك خدامه. او انا هيك الله وكيلك انا هيك يعني عدم مؤاخذه انا بحياتي ما رديت الا طلاق، يعني شو ما طلبت شو ما طلبت فورا بلبي لها، يعني عدم مؤاخذه يعني كل شهر احيانا كل اسبوع بجيب لها بدل شكل، اذا بتفتح خزانتها مستودع مستودع البسه. لك نعيم خزانه الحب ما نلبس، لك لك انت يعني خزانة الحب هي عبارة عن الكلمة الحلوة اللي بينك وبينها، لك التصرف اللي انت بتتصرفه معها واللي هي بتشعر انه هي موجودة انسانة بهذا البيت ما خدامة، لك بتجي انت وقت بتكون زعلانة بتقول لك يا مرأة هاتي قولي لي لشو من شو زعلانة انت، لك بتشاركها بالحياة بكل شيء، لك حتى اذا قامت لتشتغل وحسيتها تعبانة لك شاركها بالشغل ما غلط، لك بعدين حتى وقت بتطلع انت وياها قدام الناس لازم تفتخر فيها، ما لازم تحسس الآخرين على أنه هي تمشي وراك يعني مثل الجارية والعكس صحيح. طيب خيو أنا موافق على كل كلامك وبفصم بالعشرة، بس هي شو المطلوب من نتيجاها؟ لك نعيم لك نعيم أنا ما بعرف راسك اسميك لهالدرجة هاي، لك شو صلي عما إلعي ساعة وقل لك شو مطلوب منك تجاهها وبعدين قلت لك والعكس هو الصحيح، يعني المطلوب منك تجاهها هو نفس المطلوب من نتيجاها. ايوه فهمت عليك فهمت عليك، خلاص خيو وعد وعد مني انا اعمل كل شيء حكيت عنه والا كل الحكي الحلو اللي انت حكيته. ليك القرار سهل بس بدنا التنفيذ نحن، ولا خي والله العظيم الشغله سهله، لك سهله خزانه الحب ما في احلى منها، هو الشغلات الصغيره اللي قلت لك عنها، الله وكيلك بتخلي حياتكم سعيده ومليئه بالحب. بيوت كل الناس